السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا ناخذ فكرة عن الايدل اللي يحتوي اللي بينزل مع البايثون 3. طبعا ايدل بيفيد كثير للناس اللي مواصفات الحاسبة تكون عندهم ضعيفة جدا. الايدل موجودة ايضا في جهاز الاوبن سورس اللي هو الرازبيري باي. ايضا بايثون بيستخدم مع الرازبيري باي بكثرة. فهذا هو الايدل للبايثون 3.3.6. اوكي، فكل الاكزامبلز، كل الامثله اللي احنا استخدمناها ممكن انه انت تعملها بهذا الايدل. على سبيل المثال اذا كان هذا هو البيسكس مثلا، عندنا الكونديشنز، هذا الاطويل جدا هذا انتم اعملوها. اوكي، لاحظ هنا عندنا مثلا كوبي فور اكزامبل، مثلا ممكن تكتب ماي ديك وتضع بها هذه القيم، بعدين تجي تطلع البرنت مثلا، تمام، بيست. لاحظ يعني ممكن انه انت تستخدم الايدل بمتابعة الدورة في حال اذا كانت مواصفات الحاسبة عندك مثلا قديمة جدا، لانه البايتشار ما نعرف يمكن بيستهلك ريسورسز حقيقة، لازم يكون حاسبات يعني حديثة. فبعض الناس ممكن يكون دخلهم محدود، عنده حاسبات بسيطة، فممكن انه انت تستخدم الايدل. الايدل فيها مثلا من الاوبشن تجي على الكونفيجريشن، ممكن انها تكبر او تغير بالفونت، مثلا تختار نوع الفونت اللي تريده مثلا 18 على سبيل المثال. لما عمل اوكي لاحظ كيف صار حجمه كبير. الايدل هو الانتربريتور للبايثون، هو الرسمي للبايثون، ممكن انه انت تستخدمه وتعمل بها مثلا كل الدروس اللي اخذناها سابقا ممكن انه انت تقوم تنفيذها بالبايثون شيل من داخل الايدل، كالمواضيع والدروس والليسنز اللي احنا اخذناها، كل التمارين ممكن تطبقها في الايدل. هذا يعني انا انصحك بيه، يعني ليس فقط للناس البسيطين، للناس اللي عندهم حاسبات مواصفات قليله، لا ايضا ممكن انت تستخدمها عادي جدا. يعني احنا في حالات عندنا نريد نتاكد من موضوع معين، يعني لسنا بحاجه لتشغيل الباي تشارم والى اخره واي دي اي وننتظر يحمل، لا ممكن انه احنا نشغل الايدل تمام ونشتغل عليها ونجرب هل هذا الشيء ينفع ام لا، بعدين نجي لما نكتب مشروع مثلا نكتب على حده. فهذا الايدل جدا خفيف، ممكن انه انت تستخدمه عادي جدا. ممكن ايضا استخدام البايثون في التيرمينال، لاحظ بايثون 3 مثلا، لاحظ دخل على البايثون 3، نفس الأمثلة والإكزامبلز اللي أنا استخدمتها هنا. لاحظ لما أعمل هذا كوبي، أجي هنا أعمل بيست، لاحظ أعمل إنتر، في عندي هنا مشكلة، وير إز إت، خليني نجي هنا تمام، لأن أنا وضعت مسافة، هاي هي المشكلة. بعدين من أجي أقول له مثلا print على سبيل المثال my dict. اوكي لاحظ بيظهر عندي، يعني هذا كانت مشكلته انه انا تركت مسافه. ف ايضا تقدر تستخدمه بالتيرمينال اذا تريد تخرج من التيرمينال، اكزيت طبعا تيرمينال او سي ام دي، اكزيت بهذا الشكل، هذا الفانكشن راح يخرج من البايثون شيل. فعندك هذه الطريقه، عندك هذه الطريقه تمام، ممكن استخدامها لتنفيذ الكوماندز. فنوقف، نكمل الدرس القادم.